قمر هي واد بس، ده قمر بالستر. وقعدوا يضحكوا. وتاني يوم راح فارس عشان يشتغل، بس كانت البداية زي الفل مع مريم. أهلا يا ابني، اعتبر البيت بيتك، مامتك بنعتبرها مننا، ومن كتر كلام عليك كان نفسي أشوفك من زمان. ربنا يبارك في حضرتك يا جلال هانم. هو كان لسه هيكمل كلامه، قطع صوت مريم: نناه، فين الفون بتاعي؟ اوعى تكوني اخدتيه يا بنتي، وانا ايه اللي هيخليني اخده؟ بس فارس بيحاول يتماسك ويمسك نرفزته من طريقتها الغير مهذبة في الكلام مع جدتها وفي وجود ناس تانية، بس مقدرش. حضرتك ما ينفعش تكلمي الأكبر منك بالطريقة دي. وانت مالك يا بني آدم انت؟ رد عليها فارس بغضب أعمى وقال لها: في ايه يا بت انتي؟ ما تتكلمي عادل، ما يصحش كده يا ابني، دي حفيدة اجلال هان. هو انت لحقت تمسك الشغلانة عشان تترفض منها؟ ما انا ما يعجبنيش الحال المايل، اللي غلطان نقول له في وشه انك غلطان. الجدة بكل هدوء: خلاص يا مريم، اطلعي اوضتك دلوقتي. طلعت مريم تجري على اوضتها من غير ولا كلمه. حصل خير يا ابني؟ متاسف يا اجل الهانم، انت عملت معاها الصح. روح استلم شغلك وزينب هتعرفك كل حاجه. تمام، سلام عليكم. هفرم عليك يا ابني، عملت معاها اللي مش قادر اعمله طول عمري. طلعت الجده لحفيدتها وخبطت على الباب ودخلت. مين ده نناه؟ ده فارس السواق الجديد وابن دادا زينب. لا يا نناه اطرديه، انا كنت حاسه انه هيضربني. مفيش حد قدامنا دلوقتي، والسواق القديم واخد اجازه، والله اعلم هيرجع امتى. يعني ايه يا نناه؟ لو انت عاوزه بقى تروح الكليه ومشاوريك مشي، امشيها انت، لكن انا مش هقدر، ولا انا ولا انت بنعرف نسوق يا بنتي. لا يا نناه خلاص، أمري إلى الله. بصت الجدة لحفيدتها وقالت لنفسها: معقولة؟ معقولة اللي بتمناه ممكن يتحقق؟ وتمر الأيام والشهور وما بتخلاش من التطشات ما بين فارس ومريم. وفي يوم كان سايق ومريم معلية صوت الأغاني: لو سمحت اقفلي الأغاني، أنا مش بسمعها، ربنا الحمد لله تاب عليا منها، أنا حر. فرمى الفارس العربية وراح قايل بغضب: وأنا كمان حر، مش هتحرك بالعربية إلا لما تتقفل. لم الدور يا بنتي، أنا عارفة فارس مش هيودينا مشوارنا لو ما سمعتيش الكلام. خلاص قفلتها، يلا اتحرك. بس فارس ما اتحركش من مكانه لأنها كلمته بطريقة مش كويسة: يا بنتي بأدب لو سمحتي، قوليله يا فارس لو سمحت اتحرك. لو سمحت اتحرك يا فارس. وهنا اتحرك فارس وهي كانت قاعدة شيطة من الغيظ.